ما قلت لحضرتك على حسام عاشور، انت شايف مستقبلك بعد ايه؟ انا شايف مستقبلي بعد سنتين ثلاثه فين؟ خلاص ده قراري. ودوت تفكيري. بما اننا بنتكلم عن التجديد ايضا، شريف اكرامي ولجنه التخطيط ايضا وشكرها العميق لشريف اكرامي خلال هذه الفتره. بص شريف اكرامي انا بعتبره من، يعني انا هقول لك حاجه، انا عمري في حياتي يعني ما حبيت حارس مرمى بالطريقه زي ما بحب شريف اكرامي. وكان احنا قعدنا من اول سنه 2007، من 2008 من ساعه ما رجع من هولندا لحد ما مشيت 2017 منافسه، يعني انت بتتكلم في حوالي 10 سنين بتنافس حارس مرمى، وبقول لك ان هو اقرب حارس مرمى لي. تفكيره ذكي جدا جدا، من اذكى الناس انت ممكن تتعامل مع شريف. بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه، حارس مرمى كبير، فلا طبعا يستحق الشكر على الفتره اللي فاتت كلها. وانا شايف ان شريف اكرامي بعد كده هيبقى كادر من كوادر الاداريه في النادي الاهلي الكبيره. عرف يخرج من الباب الكبير طبعا شريف. طبعا. طيب خلال الفتره الاخيره برضو دايما بنشوف هجوم على بعض رموز النادي الاهلي خلال الفتره الاخيره، وانا ما اعرفش ليه تحديدا الناس بتقول لك مثلا ايه الكلمه اللي عماله تتقال ان النادي الاهلي بياكل ولاده او ما بيقفش مع ولاده، هل انت شايف هذا الموضوع؟ بص احنا زي ما حضرتك قلت في الاخر احنا في عصر احتراف، وانت بتتكلم في ملايين بتدفع وملايين رايحه وملايين جايه، ففي الاخر كل واحد بيدور على مصلحته. فالنادي الاهلي، لا مع احترامي ليك، النادي الاهلي بيقف جنب كل الناس، لكن في الاخر رولز، او في احنا تحت قواعد. كيان قواعد تحت كيان، لازم في الاخر دي مصلحه، فما ينفعش ان انت تاخد قرار لمصلحه شخصيه هتضر الكيان، ما ينفعش. ففي الاخر لا، النادي الاهلي طبعا بيقف جنب ولاده، والنادي الاهلي معلش يا كابتن اسلام، حضرتك من يعتبر من ولاد النادي الاهلي، شغال في قناه النادي الاهلي، ناس كتير، اسامه حسني، الناس شغاله، شريف عبد الفضيل في قطاع الناشئين، معتز، كل دول مش ولاد النادي، مش كل الناس دي لعبت في النادي، فلا ازاي ما بيقفش جنبه؟ ممكن ما بيقفش ايه وهو بلعيب، ما هو دي مصلحه فريق. فلا انا شايف ان لا بالعكس، كل الناس استفادت من النادي الاهلي، ولو انت ما استفدتش في اخر سنه فانت استفدت على مدار 15 سنه من النادي الاهلي. على مدار 10 سنين الفتره اللي انت بالظبط. انا واحد من الناس بقول لك انا تاريخي، فلوسي، شهرتي، النادي الاهلي كله هو اللي عملها، مع احترام لاي حد. لا، واي حد لعب في النادي الاهلي استفاد شهره واستفاد فلوس واستفاد كل حاجه. خطوه المقاصه بالنسبه لك كانت خطوه جيده جدا. جدا، يعني بدات في الاول، والحقيقه شفناك بتتالق دائما مع مصر المقاصه، لكن جات لك اصابه اعتقد في الفتره الاخيره. لا اصابات 2020 داخله، يعني 2020 داخله صعبه قوي. والله. يعني انا كل لما كنت ببتدي اخش في الفورمه كويسه وابتدي اتالق كان بيحصل لي حاجه، ابتدت الاول بمزق في رجلي في الاماميه، وبعد كده عملت عمليه في عيني، حد شاط كوره في وشي فعملت عمليه في عيني، وبعد كده رجعت من العمليه جالي مزق في السمانه، وبعد كده دخلنا بقى في احداث الكورونا، فالدنيا كلها الصراحه السنه دي عليا كبيسه بصراحه، صعبه شويه جدا، بس يا رب تنتهي بقى على خير يعني. يا رب. بتعمل ايه في الفتره دي بما اننا بنتكلم عن الكورونا يعني؟ لا الدنيا صعبه جدا، والنفسيه فعلا صعبه على كل الناس. انا طبعا ببقى قاعد في البيت على طول مع ابني ومراتي، يعني يعني الزيارات بتبقى قليله جدا لوالدتي او لحماتي، بتبقى يعني على القد على القد ادي الحدود كمان، ومش كل يوم يعني. لكن وبس، وبحاول اتمرن في البيت على قد ما اقدر طبعا، يعني ما يعتبرش تمرين، لكن اهو حاجه يعني بتمشي دمك شويه. بالظبط، لحد ما نشوف كده ربنا يعني يسهل وترجع.